حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة أم البنات. اليوم جيت نوجد معكم هذا الفطائر، فطائر ديال القرع والكفتة. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الأول لآخر ديالو، وتاخذوا المقادير هي هذيك. طريقة التحضير ديالهم يعني سهلة ماشي صعيبة، كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. ندوزوا المقادير وطريقة التحضير، فبقوا معايا لآخر الفيديو، فرجة ممتعة. غادي نديو ونطحنوه على شكل، غادي نفرموه في الكفتة. دابا غادي نحط الروز يتسلق، القرعة ديالنا هي تسالات يعني طابت، غادي نهزو النص منها والنص غنمشيو نطحنوه. التويمة ديالنا غنمشيو نطحنوها مع داك اللحم. دابا غادي ندوزو للعجينة، نديرو المليحة ديالنا، وغادي نديرو شوية زويتة، غادي نديرو الخميرة ما ذكرتها لكمش، هكا واحد المعلقة صغيرة الخميرة. غادي نفزقوها بهاد الماء ديال القرعة، هي القرعة ديالنا بعد ما طحناها. دابا غادي نخلطو العجينة ديالنا، على سطح العمل. دابا غادي نغطيها بسلوفان ونخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونرجع معاكم. ودابا غادي ناخذو بيبي مفروم ديالنا، غادي نزيدو عليه هاد القرعة اللي سلقنا،
التوابل، واحد شويه د الزويته غير شويه، والروز اللي سلقناه، ندخلوه بالمواد كاملة بعضياتها، دابا غادي نزيد واحد جوج ديال المعالق ديال بياض البيض، المهم معالق كبارين، هادو هما اللي كيشدوا لنا داك الحشوه، غنحيدو هاد الشيء، نطبقو العجينه ديالنا. نمشيو قياس واحد، دابا عندنا هاد الخيوطه، هادو خيوطه كيكونوا عند الخياطه اللي كيخيطوا بهم، فغادي نجيبوا هاد الخيط بحال هكا، نجيبوا بحال هكا ثلاثه الخيوطه، هنا غادي نطلقوا العجينة ديالنا واحد شوية، غادي نحطوها على هاد الخيط، غادي نديرو الحشوة ديالنا، جوج ديال المعالق، وغادي نجمعو العجينة ديالنا بهاد الشكل، وغادي نخليولهاش هكا فراغات باش ما تخرجناش، غادي نسدوها مزيان، نديرو هادي بحال هكا، غادي نجيبو هاد الشي هدا، نحزمو هادي هنا، نحزمو التانية، غادي نحزمو هادي، غادي نزيد واحد الخيط واحد اخر،
نمشيو على هذا القياس هذا. قادو الخيوطه دائما يكونوا واحد قبلت واحد باش كيجيونا نفس الحجم. وهذا الكسكاس غادي نديرو بحال هكا. غادي نديرو هاد الفطيره ديالنا بهذا الشكل. ان خصهم يكونوا متسعين، فانا غادي ندير جوج ديال البرمات ان غيزيدوا يختمروا لنا. غادي نغطي على هذا الشكل هذا وغادي نحطهم يتبخروا. حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال فطائر القرع ديالنا. ها نتوما كي كتجي غزاله كتشهي. دابا غنفتح معاكم شي وحيده ان شاء الله. سخونة سمحوا لي. هانتوما كيفاش كيجيو. داكشي ساهل ماشي. هانتوما الشكل ديالهم كيجي اروع ما يكون وصحيا. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه معايا. وشكرا على المتابعه الى فيديو لاحق ان شاء الله. ورمضان كريم.